جهه اليمنى علي مدن، نقله اماميه لكن عبد السلام يخلص ثم تعود مره اخرى امونجو امونجو امونجو، لكن حارس المرمى شالها والكره بالشباك، الكره بالشباك وضعها وليد ازارو. وليد ازارو يسجل اولا للبركان، ونادي عجمان يسعى لغسل احزانه في هذا المساء، يسعى لغسل احزانه في هذا المساء واسعاد هذا المدرج اللي دائما ما يقف خلف الفريق، دائما ما يتواجد ويزين استاذ راشد هنا في معقل وملعب نادي عجمان. لذلك الان جماهير نادي عجمان السعيده باول الاهداف في شوط المباراه الاول. واحد لا شيء، يتقدم نادي عجمان باول الاهداف في هذه المباراه وفي هذا اللقاء عن طريق اللاعب المغربي وليد ازارو. وليد ازارو لكن برستيج مونجو في البدايه مر وتقدم في اللقطه الاخيره، ثم بعد ذلك شال حارس المرمى وليد ازارو كان موجود في المكان المناسب، لذلك لم يجد اي صعوبه في وضع الكره في الشباك. لم تعود الان محاولة بنقلة حلوة، اللعبة حلوة، اللعبة هدف التعادل ياتي، هدف التعادل ياتي بنيران صديقة، بنيران صديقة، عصام فايز هو من يسجل، هو من يسجل هدف التعادل بعد فترة التوقف. عاد اتحاد كلبا للتحرك، عاد الاتحاد كلبا ليحرك شباك نادي عجمان. تمريرة رائعة وتحرك كان جميل من حبيب الفردان، لكن النقلة من دانيال بيسا، النقلة من دانيال بيسا وتحرك اللاعب حبيب الفردان الإيطالي، نقلها إلى حبيب وحبيب مررها وعصام فايز بنيران صديقة. بنيران صديقة في اللقطة الماضية حاول أنه يبعدها لكن الكرة عانقت الشباك. عاد اتحاد كلبا، عاد النمور في شوط بيسا أو فيليب كيش، عادت خطيرة أندريس يسدد، يا سلام يا سلام، ريمونتادا للنمور، ريمونتادا للنمور، اتحاد كلبا قلب الطاولة، قلب الطاولة، المهاجم السلوفيني يسجل هدف ثاني لاتحاد كلبا، يسجل الثاني، يقلبون الطاولة على البركان، يستغلون هذه اللحظات. إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، هذا هو شعار النمور. يستغلون تفوقهم في الدقائق الماضية والربكة التي حدثت لنادي أيضا عجمان، وعصام فايز غير موفق في هذه المباراة، غير موفق في هذه المواجهة. شوف الكرة اللي صدت، صدت في مين؟ في عصام فايز، هو اللي أهداها، هو اللي أهداها عصام فايز في اللقطة الماضية، سجل بالخطأ في شباكه وبالخطأ أيضا أرسل الكرة لأندريس، أندريس ما كذب خبر، سجلها بل أطلقها صاروخية في شوط المباراة الأول. دانيال بيسا، بيسا حلوة، حلوة لمهدي قائدي، قائدي لعيب لعيب لعيب، هدف جميل يأتي للنمور والنمور بالثلاثة، النمور يضربون بالثلاثة، لكن تمريرة بيسا صناعة أخرى، متعة أخرى لهذا الإيطالي الجميل دانيال بيسا، والتحرك لمهدي قائدي والإنهاء، كل شيء جميل يا صغيري، كل شيء جميل في النمور في شوط المباراة الأول. قلب النتيجة وهنا الاحتفالية ما بين ياسر ومهدي قائدي، هدف يأتي لمهدي، هدف ثاني لمهدي في بطولة الدوري، وأول أهداف مهدي قائدي في هذه المباراة، أول أهدافه، ما فيها شيء، ما فيها شيء، هرب ما بين المدافعين، تحركات مهدي أعطاهم إنذار أول ثاني، لكن دانيال بيسا، دانيال بيسا الإيطالي الجميل اللي يؤكد تفوق وإبداع الطليان في هذه الجولة. جابيديني بدأها وبيسا يكملها، بيسا يكملها بصناعة للهدف الأول وبصناعة للهدف الثالث بتحرك جميل من الإيراني مهدي قائدي واحتفالية. بيسا هو على تنفيذ الكرة الثابتة، بيسا سجلها، بيسا سجلها، والنمور تظهر مرة أخرى وتؤكد تفوقها،
تؤكد تفوقها بالأربعة. اتحاد كلبة مع أروعة، اتحاد كلبة مع أروعة بهذه الاحتفالية. سقوط الاتحاد يا كايو زاناردي ليس فشلا، لكن الفشل أن يبقى حيث سقط، لذلك تعاهدوا على الوقوف وعادوا مرة أخرى بتألق بيسام وبقية العناصر. هنا السعادة لدانيال بيسام، لمسة من حبيب الفردان، حبيب تعثر وسقط، ركلة جزاء. دانيال بيسا بعد 2 اسيست يسجل في شوط المباراة الثاني. اللي وضع بيسا في الفانتسي سعيد، اللي وضع هذا الايطالي في لعبة الفانتسي، اللي وضعها القائمين مع فينيس لسبيتيا، ثم نقلة حلوة اللعبة. يا سلام يا سلام يا سلام على مهدي قائدي، يسجل الخامس، يسجل الخامس، والنمر يضرب بالخمسة، النمر يضرب بالخمسة. لا يمكنك الحصول على شبل نمر دون الدخول إلى عرين النمر. عرين النمر اليوم يقدم لنا نمور اتحاد كلبا بخماسية، خماسية، خماسية للنمور. هذه التمريرة لهذا النمر الإيراني مهدي قائدي، اللي يسجل لاتحاد كلبا هدف خامس، وبالخمسة يضربون نادي عجمان. البركان للنمور، البركان للنمور في شوط المباراة الثاني، يسجلون الآن هدفين، والأمور قد تزداد صعوبة بعد سداسية العين. خماسية اتحاد كلبا انتصار لنادي النصر. كرة منقولة الآن عرضية بالرأس، وهدف التقليص. نعم، هدف التقليص يأتي، هدف التقليص يأتي من وليد أزارو. وليد أزارو ترك وحيدا، يسجل الثنائية، يسجل الثنائية النجم المغربي في شباك نادي اتحاد كلبا. وليد يسجل، يعيد الأمل، يعيد لهم الفرحة ولو بشكل بسيط، لكن الأمل يعود مرة أخرى، ويتذكرون مواجهة عجمان أمام الإمارات، كيف عادوا في تلك المباراة. هذه الكرة العرضية والمحاولة التي ارتطمت بالقائم، ثم المتابعة من وليد أزارو، تابعها وليد أزارو براسه ليسجل ثنائية في هذه المباراة، ويتساوى مع مهدي قائد اللي عنده هدفين في هذه المواجهة. يا وليد، وليد أزارو، أزارو سجلها، أزارو وضعها، أزارو، وأزارو يسجل الهاتريك. وليد أزارو يسجل الهاتريك. قبل المباراة كان عنده هدف، بعد المباراة هو أصبح الهداف في دوري أدرك المحترفين بثلاثة أهداف سجلها في شوط المباراة الثاني، يسجل هدفين من نقطة الجزاء. وليد أزارو يسجل ثالث أهداف نادي عجمان، ثلاثية لعجمان، لكن خمسة لنادي اتحاد كلبا. أصبح